اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش ناجتس ميني توست. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. رجعنا من الفاصل هنشوف مكونات الساندويتش. هنستعمل ناجتس فراخ اوريدي مقليه، هنستعمل زبده وجبنه شادر مبشوره، مايونيز وكاتشب وشويه كريمه، وهنحتاج فورمه مدوره، وهنستعمل عيش توست. نبتدي الاول نسخن شويه زبده على نار هاديه، بالفورمه المدوره نبتدي نقطع التوست. العيش اللي فاضل ده ممكن طبعا نحمصه وتعمل منه بقسماط او نستخدمه في اي حاجه تانيه. في طاسة تانية نبتدي نسخن الكريمة، تفضي الجبنة المبشورة فيه، نجيب دلوقتي مايونيز ندهن بس بيه توست، بعد كده الكاتشب، حط لكل واحدة واحدة ناجتس.
نحط عليها الجبنه بالكريمه اللي احنا سيحناها. كده الساندوتش بتاعنا جاهز، ساندوتش ناجتس ميني توست، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير فراوله بالكيوي والايس كريم. المكونات ايس كريم فانيليا وايس كريم فراوله، فراوله فريش وكيوي طبعا متقشره وجاهزه للعصر، و عصير برتقان، وهنستعمل شوية صوص فراولة. نجيب الأيس كريم الأول. عصير البرتقان. فراولة. كده العصير بتاعنا جاهز، كيوي بالفراولة والايس كريم، ساندوتش وحاجة ساقعة بالهنا والشفا.